نفتتح السنة القضائية الجديدة بإذن مولوي سامي بصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له العز والتمكين. رعاية مولوية ناصخة عبر تاريخ المغرب الأصيل العريق تعبر بجلاء عن عناية جلالته المنيفة بأسرة القضاء وحرصه السامي على ضمان استقلالها والحفاظ على هيبتها وكرامة أفرادها وقدسية رسالتها وأصالة قيمتها. ثقة ملكية رفع بها قضاتنا الأماجد هامتهم عاليا جيلا بعد جيل. مرحلة من العمل الوطني والواجب المهني تلزمنا بتوجيه عبارات الشكر والتقدير لكل السيدات والسادة الأفاضل أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكل العاملين به من قضاة وأطر وموظفين، مع شكر وتقدير خاص للسيد الأمين العام للمجلس والسيد المفتش العام للشؤون القضائية. وهنا اسمحوا لي أن أغتنم هذه المناسبة لأدعو كافة المؤسسات العمومية المعنية بقرارات محكمة النقد إلى الانخراط في هذه الخدمة. حضراتكم الكرام، إن الرحيل اليوم في هذه الجلسة ليس مجرد واجب للمؤسسة والمفتش العام ورؤساء الأقطاب ومساعديهم، وأن أنوه بمجهودهم المتواصل راجياً أن يباركه الله ويكلله بالنجاح لما فيه خير العدالة والصالح الوطن والمواطنين، وفقاً لتوجيهات قائدنا الملهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما أوجه الشكر لكل مساعدي رئيس النيابة العامة قضاة وموظفين. وفي الختام ألتمس منكم السيد الرئيس الأول الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2018، وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بتحرير محضر بوقائع هذه الجلسة الرسمية قبل الإعلان عن اختتامها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لافتتاح السنة القضائية لجميع محاكم استئناف المملكة، وذلك يوم 15/2018، وانتهت هذا الافتتاح المبارك لتذكر زميلاتي وزملائي الأفاضل قضاة المملكة الشريفة بما جاء في الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة ذكرى 56 لتوسط المملكة الشعب حيث قال جلالته: أما الأهداف المنشودة فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنسجم باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية. انتهى النطق الملكي السابق. خطاب توجيهي عميق استلهمنا منه شعار هذه السنة القضائية من أجل قضاء فعال ومنصف. وأدعو الجميع أن نكون في مستوى هذه الإرادة الملكية الإصلاحية السادة. الله أن يجعل هذا الافتتاح فتحا مباركا، وأن ينير سيرتنا لمعرفة الحق والعمل به، ويحيي قلوبنا بنور الحكمة والهداية. أن نكون عند حسن ظن صاحب جلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده وراجيا من العلي بالقدر أن يملأه بعينه التي لا تنام، وأن يقر عينه عين جلالته بولي عهده المحمود صاحب السمو البلدي الأمير الجلال الملك الحسن، ويشق أزاره بزوجه الأمثل صاحب السمو البلدي الأمير الجليل مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة البلدية الشريفة. إنه على كل شيء قدير وبإجابة جدًا.
إيمان المالكي، مستشارة بديوان السيد رئيس الأول لمحكمة النقد مكلفة بالتواصل والإعلام. اليوم تفتتح محكمة النقد السنة القضائية الجديدة 2018 بإذن سام من صاحب الجلالة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. يفتتح السيد رئيس الأول السنة القضائية الجديدة تحت شعار من أجل قضاء فعال ومنصف، في إطار واحد مرجعية دستورية التي تؤطر هذا الافتتاح، أهم مضامينها استقلال السلطة القضائية، وبالتالي يجب أن نستحضر الأوراش الكبرى التي عمل من أجلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية. الرئيس الأول قد أعطى الخطوط العريضة لكل مقومات عمل المجلس، من وضع الهياكل، من أبعاد تشريعية، حقوقية، إنسانية، اجتماعية، تدبير الوضعيات الفردية للقضاة، تدبير الوضعيات الإدارية. محكمة النقد لها نصيبها في هذا الافتتاح باعتبارها مؤسسة دستورية مركزية، هذه المؤسسة العتيدة التي تشع بالاجتهاد القضائي وتضع خارطة الطريق أمام المحاكم من أجل تجويد العمل، من أجل النجاعة، من أجل الفعالية القضائية. اليوم تعطي لمحة عن جميع المكتسبات خلال سنة قضائية كاملة، وتطرح للنقاش أو توسع من خلال حوارية عميقة مع مجموع المتدخلين في منظومة العدالة حول الإشكاليات العالقة حول برامج العمل المشتركة لوضع خطة طريق متضحة المعالم، واضحة الرؤية، موحدة الرسالة من أجل قضاء دائما منصف وفعال تطبيقا لتوجيهات الملكية السامية. شكرا. في ختام هذه الكلمة اسمحوا لي أن أعبر لكل السلطات القضائية، قضاة وموظفين رئاسة ونيابة عامة، كل باسمه وصفته، عن شكري وتقديري على ما بذلوه طيلة السنة من مجهودات كبيرة وما أبانوا عنه من إخلاص وعطاء بروح الفريق الواحد، مستهدفين رضا الله وخدمة هذا الوطن، وأدعوهم إلى مواصلة المسيرة بنفس العزيمة والإصرار على الرقاء، مع شكر خاص للقاضي المتفرد محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك المتميز ورئيس النيابة العامة المحنك، الذي عبر كعادته عن استعداده التام وبالملموس من أجل خلق أجواء صحية سليمة داخل أسرة العدالة،